على أنغام فرق موسيقات الشرطة. احتفل رجال الشرطة مع المواطنين وزوار المتحف المصري بالتحرير من السائحين من مختلف الدول بعيد الشرطة 72، حيث تفاعل الحضور مع المعزوفات الوطنية وما تتمتع به مصر من أمن واستقرار. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الإيد. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عارفها أكيد. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين. كل سنة وانتم طيبين، وشرطتنا بألف خير، ودايما كده محققين الأمن والأمان، ومصر بخير إن شاء الله. احيا مصر احيا مصر احيا مصر. واللي بإذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين. طول عمر الشعب ده إيد واحدة طول في ربط. كل سنة وانت طيبين. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة امتدت إلى كل المحافظات تقليدا للتضحيات التي سطرها رجال الشرطة على مر العصور. ترتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحس قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش بالضحكة اللي عليك. احنا بنهني نفسنا ونهني الشرطة، ده حصن أمان للبلد كلها، ودي حاجة جميلة احنا بنتمناها، وأجمل حاجة في البلد هي الأمان بالنسبة لنا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة سعيدة ومتجمعين في الخير يا رب إن شاء الله. الاحتفالات بعيد الشرطة تواصلت في الشوارع والميادين عبر توزيع الورود والهدايا على المواطنين في احتفالات اتسمت بطابع شعبي يعبر عن مدى عمق ومتانة العلاقة بين الشرطة والشعب، والتي تجسدها ملحمة 25 من يناير عام 1952 وسط إشادة بجهود رجال الشرطة. تحيا مصر تحيا مصر. ربنا يقدركم ويقويكم ويسترها عليكم على كل اللي انتوا بتعملوه معانا. كفايه ان احنا عايشين في امن في حماكم يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. شعب مقدر قيمه بلده وشايل لها 100,000 جنيه على حبها من يوم ما اتولدوا، جيل بيسلم رايه الجيل. الشرطه احسن ناس وهم اللي حامييننا، وربنا يبارك فيهم يا رب، ودايما بالنصر لمصر. رجاله ولاد رجاله اتحمي واتشغاله. نتمنى لمصر كل الخير إن شاء الله، وربنا يوفقها بقيادتنا السياسية، وإحنا وراك يا رئيس إن شاء الله. مصر وراس الفوق مرفوع وسط النار بيفوق. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيت شايلنا على كتافكم وحاميننا من كل حاجة والله. طول عمر الشعب ده إيد واحدة طول في ربط واليوم. ولم تخلو احتفالات عيد الشرطة من جانب توعوي، حيث قام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من طلبة الجامعات بتوزيع كتيبات على المواطنين بالأندية الرياضية تحتوي التعريف بمخاطر المواد المخدرة وكيفية الوقاية منها والجهود المبذولة للتصدي لها وحماية المجتمع من أضرارها ومخاطرها. كل سنة وانتوا طيبين، وعيد عليكم الأيام بخير، ودايما معانا ودايما حمينا. تحيا مصر ويعيش عبد الفتاح السيسي اللي بنحبه كلنا. كل سنة وهم كلهم طيبين ومصر طيبة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. هكذا هي احتفالات متنوعة لحدث وطني يفخر به جميع المصريين، عيد الشرطة، عيد لكل المصريين.